إلى لبنان، حيث دخلت الأزمة الصحية في لبنان منعطفا دقيقا مع إضراب الصيدليات عن العمل بدءا من اليوم ولمدة يومين وبعضها إلى بداية الأسبوع المقبل، لمطالبة المعنيين بوضع الحلول السريعة لأزمة انقطاع الصيدليات من الأدوية ومن حليب الأطفال. وأعلن تجمع أصحاب الصيدليات عن توقفهم القسري عن العمل داعين إلى أوسع حشد ممكن لمطالبة المسؤولين بوضع الحلول السريعة لهذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم. أيضا كما ويعاني لبنان من نقص كبير في الوقود مما يترك سائقي سيارات يقفون في طوابير طويلة لساعات أمام محطات الوقود في مختلف أنحاء لبنان وسط أزمة اقتصادية متفاقمة. هذا وأغلقت طوابير طويلة من المركبات شوارع لبنان اليوم الجمعة حيث انتظر سائقون لملء سياراتهم. أيضا تم السماح لكل واحدة بعشر لترات فقط من البنزين، فيما أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان عن إضراب أيضا يوم الخميس المقبل. الآن إلى مراسلة المملكة من لبنان من بيروت تحديدا، مراسلة المملكة مي عبد الله. مي، إذن لبنان من أزمة تتلوها أزمة، اليوم إضراب في الصيدليات بسبب نقص المواد الطبية وحليب الأطفال، بالإضافة أيضا إلى نقص الوقود وأزمة الطوابير الطويلة. ضعينا بتفاصيل ما يحدث. نعم، سأبدأ من الموضوع المستجد اليوم وهو إضراب الصيدليات. هذا الإضراب الذي يأتي على خلفية فراغ رفوف الصيدليات من الأدوية نتيجة الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد. طبعا هذا الفراغ يأتي مع توقف مصرف لبنان المركزي الذي يوفر العملة الصعبة لدعم الأدوية واستيرادها، توقف عن دفع فواتير لمستوردي المواد الطبية والأدوية، بحيث يدعم المصرف المركزي هذه الأدوية على سعر صرف 1515 فيما يتخطى سعر الصرف في السوق السوداء ل 1500 ليرة. اليوم المصرف المركزي يعاني عجزا ماليا كبيرا، هو غير قادر على الاستمرار في هذا الدعم، لذلك بدأت يعني الأزمة التي تحاصر اللبنانيين من أكثر من جهة اليوم وصلت إلى حدود غير مسبوقة وطالت القطاع الصيدليات الذي سيستمر في إضرابه حتى يوم الاثنين المقبل، في ظل طبعا قرار عدد كبير من الصيدليات، تجاوز 300 صيدلية في لبنان عن اتخاذ قرار نهائي بإقفال أبوابها، وفي ظل عدم وجود أفق حتى هذه اللحظة لتسليم الأدوية للصيدليات، وترك الصيدلي في مهب الريح في لبنان يصارع وحيدا لتأمين الأدوية من جهة، وعدد كبير أيضا يواجه الخوف إذ أن عدد كبير من الصيادلة في لبنان تعرضوا للاعتداءات على أيدي عدد من الناس المتوترين أو الذين يفقدون أعصابهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على الأدوية. هذه طبعا الأزمة لم تطل قطاع الصيدليات فقط، بل تخطتها أيضا إلى المستشفيات التي تطلق منذ فترة إنذارات متصاعدة عن عدم توفر المستلزمات الطبية، وآخرها كان فقدان حليب الأطفال وأيضا مواد المستخدمة لغسيل الكلى. كان هناك بالأمس إضراب واستمر حتى اليوم واعتصام لأطباء جمعية أطباء القمصان البيض الذين طالبوا الدولة ساعدونا لنستطيع أن نساعد الناس، هذا هو الشعار الذي رفعوه، وطلبوا باستخدام تلك المواد وإيجاد الحلول للأزمة لتمكين إعادة فتح المستشفيات التي توقف عدد كبير منها عن استقبال المرضى واستقبال يعني إجراء الفحوصات واستقبال فقط الحالات الطارئة. ماي، نتحدث اليوم يعني ليست قطاعات بديلة، اليوم نتحدث عن قطاعات حيوية، قطاع الصيدليات، قطاع الوقود لغير ذلك، إضافة لقطاعات أخرى. كيف تتعامل الحكومة؟ أنا أعرف لا توجد حكومة اليوم في لبنان قادرة على التعامل مع كل هذه الأزمات، ولكن ما الحلول؟ ما هي الحلول المقترحة للتعامل مع هكذا قطاعات حيوية تتأثر وبالتالي تمس حياة المواطن اللبناني بشكل مباشر؟ في الواقع المشهد يعد أكثر من سوريالي في لبنان،
وكأن المسؤولين السياسيين في واد آخر، كل السجالات السياسية لا تزال تتمحور حول طبيعة الحقائب وتوزيع الحقائب وكيفية تقسيمها بين المسلمين والمسيحيين والحفاظ على التوازن الطائفي في لبنان، ولا يعني يتم البحث في حقيقة الأزمة الاقتصادية، هذه الأزمة التي بدأت توجه لبنان شرقا وتتخذه نحو يعني بلاد الممانعة وسط سيطرة قوى سياسية معينة على القرار السياسي في لبنان وتحكم هذه القوى بالقرار السياسي الذي ينعكس على الوضع الاقتصادي. للأسف أقولها وبكل أسف، يعني كما يعبر اللبنانيون اليوم بأنهم يعيشون طوابير الذل على محطات الوقود وأمام مراكز الأدوية أو حتى مواد الاستهلاكية، وبينما السلطة في واد آخر، فيما اليوم يعني تحاول السلطات الأمنية الاستجابة لبعض مطالب الجمعيات أو المسؤولين ممن يطالبون، ممن طالبوا بالأمس بدهم عدد من المستودعات التي تحتكر الأدوية ومستلزمات الطبية. مثلا تم دهم مستودعين في الحزمية وسد البوشرية بعد اكتشاف قيام بعض الشركات ببيع البراغي الطبية بسعر 110 دولارات فيما هي سعرها 4 دولارات فقط. هذا الاحتكار يواجهه اللبنانيون اليوم. وبالأمس أيضا قضت طفلة عمرها 3 سنوات على أبواب المستشفيات، كانت تعاني من مرض السرطان ولم تستطع والدتها أن تجد مستشفى يستقبلها لعدم توفر تلك المواد. تشكرك جزيل الشكر مي عبد الله، مراسلة المملكة من بيروت، أشكرك على كل هذه التفاصيل.